السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم، تقويم ودعم الوحدة الثانية. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الخامس والأخير من هذه الوحدة، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذن نبدأ على بركة الله، أقرأ النص ثم أجيب عن الأسئلة. الإنترنت. جاء اختراع الإنترنت نتيجة تزاوج الحاسوب والهاتف، وهو شبكة عالمية للاتصالات لها من المزايا ما لا يحصى، ولذلك يمكن أن يستفيد منها كل فرد من أفراد العائلة. ومن يريد الاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت فسيجد عالما واسعا يقدم له ما يشاء، إذ يصبح بإمكانه قراءة صحف العالم يوميا، وتتبع نشرات الأخبار العالمية، ومشاهدة الأفلام، وسماع الموسيقى، وشراء الملابس من المحلات الكبرى في العالم. وصار الناس يستعملون البريد الإلكتروني لتلقي الرسائل والإجابة عنها، بالإضافة إلى الحصول على ما يرغبون فيه من نصوص أو أصوات وصور وغيرها. وكل من يحاول الإبحار عبر شبكة الإنترنت لزيارة المواقع المفتوحة لن يصدق وجود هذه الكمية من المواقع والبرامج الرديئة التي لا تقدم نفعا ولا فائدة، بقدر ما هي مضيعة للوقت ومفسدة للأخلاق واعتداء على حقوق الآخرين. لكن إيجابيات الإنترنت أكثر من سلبياته. نبدأ بالإجابة عن الأسئلة المرافقة لهذا النص. الفهم القرائي. أكمل شبكة مفردات كلمة إنترنت. إنترنت حاسوب، تواصل، شبكة، موقع إلكتروني، هاتف، لدينا حاسوب، برمجيات، الإنترنت، موقع إلكتروني، تواصل، شبكة، هاتف، حاسوب، برمجيات. أصل الكلمة بتعريفها. الإنترنت هو شبكة عالمية للتجارة، منظمة عالمية لحقوق الإنسان، أو شبكة عالمية للاتصالات. إذن الإنترنت هو شبكة عالمية للاتصالات. إذن أملأ الجدول من النص. فوائد الإنترنت. إذن يصبح بإمكانه قراءة الصحف العالم يوميا. إذن قراءة صحف العالم يوميا، تتبع نشرات الأخبار العالمية، إذن تتبع نشرات الأخبار العالمية، مشاهدة الأفلام، وسماع الموسيقى، شراء الملابس من المحلات الكبرى في العالم. إذن هذه هي فوائد الإنترنت، بعض فوائد الإنترنت. فوائد الإنترنت: قراءة صحف العالم يوميا، تتبع نشرات الأخبار العالمية،
مشاهدة الأفلام. وسماع الموسيقى. إذن ومذكور في النص في الأخير شراء الملابس من المحلات الكبرى في العالم، إذن يمكننا اختزالها في كلمة التسوق. التسوق بالنسبة لسلبيات الإنترنت، إذن المواقع والبرامج الرديئة التي لا تقدم نفعا ولا فائدة، وهي بقدر ما هي مضيعة للوقت. إذا مضيعة للوقت، مواقع مضيعة للوقت، مفسدة للأخلاق ومفسدة للأخلاق. الاعتداء على حقوق الآخرين، إذا سلبية الإنترنت. مواقع تعد مضيعة للوقت، لنا أيضا برامج رديئة، تفسد الأخلاق. الاعتداء على حقوق الآخرين، إذن أقترح عنوانا لكل فقرة. إذن مثلا الفقرة الأولى كعنوان اختراع الإنترنت، الفقرة الثانية فوائد الإنترنت، الفقرة الأخيرة سلبيات الإنترنت، لأنها تتحدث عن سلبيات الإنترنت. إذن الفقرة الأولى اختراع الإنترنت، الفقرة الثانية فوائد الإنترنت، الفقرة الثالثة سلبيات الإنترنت. إذن أبين كيف يمكن الاستفادة من الإنترنت في الدراسة. إذن يمكننا الاستفادة من الإنترنت في الدراسة، متابعة الدروس بالصوت والصورة، البحث عن المعلومات، وقراءة الكتب والقصص. إذن متابعة الدروس بالصوت والصورة، البحث عن المعلومات، قراءة الكتب والقصص. إذن ننتقل للظواهر اللغوية. أشكل الكلمات المكتوبة بالأزرق في النص. إذن الكلمات المكتوبة في النص بالأزرق، إذن جاء اختراع، إذن هنا همزة وصل، اختراع الإنترنت نتيجة تزوج الحاسوب والهاتف. ومن يريد الاستفادة، استفادة من خدمات شبكة الإنترنت فسيجد عالما واسعا يقدم له ما يشاء. وتتبع نشرات الأخبار العالمية.
إذا هنا وتتبعي وتتبعي شرة الأخبار العالمية ومشاهدة الأفلام. إذا بالإضافة إلى الحصول على ما يرغبون فيه من نصوص أو أصوات وصور وغيرها. إذا لن يصدق وجود هذه الكمية من المواقع والبرامج الرديئة التي لا تقدم نفعا ولا فائدة بقدر ما هي مضيعة للوقت ومفسدة للأخلاق. إذن أملأ الجدول بوضع علامتي فيه في المكان المناسب. إذن اختراع لي كلمة مذكرة مؤنثة مفرد مثنى أو جمع. إذن اختراع كلمة مذكر مفرد مزية مؤنث مفرد مستعملون مذكر جمع برنامجان. إذن مثنى كلمة مذكر إذن كلمة يعني برنامجان لكلمة برنامج. إذن مثنى مذكر. وركبوا الأفعال الآتية في جمل. يحصي المهندس العمال. عمال. جاء الضيف متأخرا. تقدم المذيعة نشرة. يريد أخي دراجة. إذن يحصي المهندس العمال. تقدم المذيعة النشرة. جاء الضيف متأخرا. يريد أخي دراجة. أملأ الجدول الآتي بما يناسب. اختراع الإنترنت نتيجة لتزاوج الحاسوب والهاتف. إذن المبتدأ اختراع الخبر نتيجة. بعض المواقع مضيعة للوقت. إذن بعض مبتدأ مضيعة خبر. أملأ جدول مما يأتي وأضع علامة في المكان المناسب. إذن الفعل نوعه لازم أو متعدي. إذن من يريد الاستفادة. إذن الفعل يريد فعل مضارع هنا لفعل أراد. يريد الاستفادة. إذن الاستفادة مفعول به. إذن فهو فعل متعدي. من الإنترنت فسيجد. إذن يجد عالما. إذن عالما مفعول به أيضا فعل متعدي. يقدم له كل ما يشاء. إذن يقدم أيضا فعل متعدي. آتي بفعلين بهما تاء مبسوطة. إذن جلبت دخلت صمت. أتي باسمين بهما تاء مبسوطة. إذن لدينا بيت ممرضات. إذن هنا تاء مبسوطة لأن
اسم ثلاثي ساكن الوسط، ونري أن جمع مؤنث سالم. أرسم همزة الوصل أو همزة القطع مكان النقط. أكتب ما يمليه الأستاذ عليك وانتبه. إذا هنا لدينا أكتب فعل الأمر، إذا همزة وصل تنطق في أول الكلام. أكتب ما يمليه عليك الأستاذ، همزة الوصل لا تنطق في سياق الكلام. أستاذ عليك وانتبه وانتبه. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ونهاية دروس الوحدة الثانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.